في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وبناء على معلومات واردة لمصالحنا، أطاح أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر بشبكة إجرامية دولية خطيرة متكونة من 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 إلى 62 سنة، تتاجر بالمؤثرات العقلية والمخدرات السلبة، وهذا بعدة ولايات من الوطن. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، وبعد الحصول على أذنات بالتفتيش وتمديد الاختصاص وتحت قيادة أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني مدعمين بأفراد من المفرزة الخاصة للدرك الوطني بالمعالمة، وإقحام ثنائيات السينوتقني اختصاص مخدرات ومن خلال استعمال تقنيات التحري الخاصة، تم تفتيش عدة منازل أين أسفرت العملية عن حجز 362,100 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، كيلوغرام من الكوكايين، 250 خليط من مادتي الكوكايين والبريغابالين، 250 غرام من مسحوق أقراص إكستازي، 9 سيارات سياحية، شاحنة، دراجتين ناريتين، 42 هاتف نقال، مبلغ مالي مقدر ب 110 مليون سنتيم كعائدات الترويج لهذه السموم، بالإضافة إلى معدات أخرى كانت تستعملها العصابة في الترويج والنقل والتوزيع. بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة بتهم جناية استيراد بطريقة غير مشروعة لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، اقتناء وتوزيع دواء ذو خصائص مؤثرة عقليا، وتبييض الأموال.